من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عوض. محمد أهلا بك معنا من جديد، وما هي آخر التطورات عندك؟ التطورات أن غارة إسرائيلية مكثفة ومتتالية على شارع حيوي تحديدا في بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على شارع ومفرق رئيسي في بلدة بيت لاهيا، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والإصابات في صفوف المواطنين الذين ما زالوا يتحصنون داخل إحدى المدارس القريبة من المفترق الرئيسي لبلدة بيت لاهيا، تحديدا ما يعرف بالدوار الغربي حتى شارع حبوب. هناك عدة استهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي لهذا المفترق الرئيسي، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والإصابات في صفوف المواطنين الذين كانوا يتواجدون بالقرب من المكان المستهدف، حيث تم استهدافه دون إشعار السكان ولا أيضا النازحين الذين يتواجدون داخل هذه المدرسة القريبة من المكان المقصوف الذي استهدفته طائرات الجيش الإسرائيلي. أيضا يعني ميدانيا ننتقل إلى أقصى جنوب قطاع غزة، حيث ما زالت الشاحنات تدخل إلى قطاع غزة، شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن المختلف اليوم في هذه الشاحنات التي يتم إدخالها هو دخول وفد طبي مكون من 10 أطباء دخلوا بالفعل إلى قطاع غزة، وهم أيضا سيجرون عمليات جراحية معقدة للجرحى الذين يحاولون من أي الجنسيات؟ يحاول الأطباء هنا من حتى الآن لم نتعرف على جنسيات الأطباء، لكن ما وصلنا من مصادر خاصة في معبر رفح بأن جنسيات أجنبية دخلت ضمن طاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهذه الجنسيات أيضا متعددة ويتم إدخالها إلى دخولهم إلى قطاع غزة عبر قافلة تتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه القافلة مكونة أيضا من 6 شاحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة سيتم اللحاق بهم ب4 شاحنات غذائية تتبع للأمم المتحدة. الجديد في الموضوع بأن المستشار أو الملحق الطبي في سفارة فلسطين في القاهرة قال لنا قبل قليل أن الصحة المصرية أبلغتهم عن تجهيز بعض المشافي في شمال سيناء وفي العريش وأيضا في محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار استعداد وزارة الصحة المصرية في حال سمحت الظروف في قطاع غزة لتحويل الجرحى من الأطفال والنساء الذين يعني يحتاجون إلى تدخل جراحي وإلى رعاية طبية مكثفة. طيب محمد، يعني بالنسبة لهذا الوفد الطبي الذي دخل عبر معبر رفح، لنقلهم، هل دخل للتعامل مع الإصابات الحرجة أو لمعرفة ما هي الإصابات الحرجة التي يستلزم يعني يجب أن تخرج من قطاع غزة إلى مصر، ربما في ظل تصريحات كما تقول عن استعدادات لدى المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين؟ حسب ما علمنا به بأن هذا الوفد سينخرط إلى الطاقم الطبي الفلسطيني في المستشفيات هنا في قطاع غزة، وأن هذا الوفد توجه إلى مشافي غزة ومشافي قطاع غزة على وجه الخصوص من أجل الالتحاق والانخراط بالطاقم الطبي الذي ظل واقفا طيلة 20 يوما في إجراء العمليات وأيضا عمليات الإنعاش للحالات الحرجة، لكن هذا الوفد سيكون له مهمة تزامنية، بمعنى أنه من أن هذا الوفد سيقوم بتقييم الواقع الطبي كجهة مستقلة، لأن هناك تشكيكات في إحصائيات وزارة الصحة وفي الأعداد التي تصدر من وزارة الصحة، وبالتالي هذا الوفد الطبي هو الأول من نوعه الذي يدخل قطاع غزة من معبر رفح البري. وزارة الصحة الفلسطينية قالت قبل قليل في تصريح للصحفيين: نطالب الجانب المصري بضرورة فتح معبر رفح البري لخروج المصابين أيضا وعودة الشاحنات أو استمرار الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والطبية بأن تصل إلى هذه المنطقة، تحديدا إلى المنطقة الجنوبية من قطاع غزة. سنبقى إذن في متابعة معك لأي جديد يرشح، خاصة فيما يتعلق بدخول وفد طبي عبر معبر رفح وعبر طاقم الصليب الأحمر. أشكرك شكرا جزيلا مراسل الحدث محمد عوض، كنت معنا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.